بكل تأكيد طبعا خسارة الزمالك قدام الترجي التونسي يعني صعب من موقف الفريق في المجموعة اللي بتضم المريخ السوداني وكمان شباب بلوزداد. الزمالك كان محتاج امبارح على الأقل اللي هو يحقق نتيجة إيجابية على الأقل يخرج بالتعادل، لكن للأسف الخسارة يعني بتصعب من وجود الفريق أو من حظوظ الفريق في المجموعة، لكن يعني نأمل إن الزمالك يتعافى سريعا بعيدا عن مشواره في بطوله افريقيا السنه دي. الزمالك هو قطب ثاني الكره المصريه، نتمنى باذن الله ان شاء الله يتعافى سريعا. يعني جوزارتو فيريرا المدير الفني للزمالك يعني علامات استفهام كتيره جدا مع الفريق خلال المرحله الماضيه، مش مركز بشكل كبير جدا. الفريق كان بدايته في البطوله كانت ضعيفه بالخساره امام شباب بلوزداد، بس هو مشوار الزمالك في البطوله لسه في امل ان هو يصعد، لان المركز الثاني والثالث النقاط متقاربه، ففي عنده امل ان هو يصعد لدور الربع النهائي. الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا، لازم الجهاز الفني يعني باسرع وقت يقدر يعالج المشاكل دي. لابد ان الجهاز الفني يعالج كل الاخطاء اللي عنده، سواء كان اخطاء دفاعيه، اخطاء في خط الهجوم، اخطاء في خط الوسط. احنا مش ده مستوى نادي الزمالك على مدار السنوات الاخيره. الزمالك يعني في اخر ثلاث مواسم ما بيكملش من بعد دور المجموعات، لكن كان عنده فرصه جدا، عنده فرصه كبيره جدا السنه دي، خاصه ان هو كان عنده فرصه ان هو بدا دور المجموعات عنده هنا من ارض شباب بلوزداد. لو كان حقق نتيجه الفوز فيها كان الامر اتغير تماما. الامر صعب لكن في الكوره مفيش حاجه مستحيله.